الاساس اللي عنده رخصه يخدم، اللي ما عندوش ما يخدمش، اللي جاي للسجيري على ظهره ويتنقى الطوبير ديال عباد الله ويتنقى هذا يتنقى هذا، ما خصوش يديروا بحال هكا، خص يحيدوا هاد الجيليات ما يلبسوهمش. فهمتيني؟ زيدوا اللي عنده رخصه راه يخدم بها، ملي يجيو البوليس يوريو الرخصه ديالو، اللي ما عندوش رخصه يديو، ما خصوش يكون كارديا، حيت كان المسؤوليه هاد الشيء هذا، الا مشات شي حاجه لشي واحد كيلصقوا عليه مور الرخصه، ولا ما عنده رخصه كيزيد بحالاتو. فهمتيني اش كنقول لك؟ وزيد البلاد اللي كاين جايه واحد باريزيانه ولا شي حاجه قليله كتقول لي خلص، وماشي معقول بنادم واخا يدخل غير دقيقه ولا جوج دقائق ولا ربع ساعه كاع، ما خصوش كاع تخلص منه كاع، خليه يمشي بحالاتو. الانسان اللي غيبركد ساعه ولا ساعتين ولا ثلاث سوايع، هذاك بزمنه يخلصك حديتي ليه ديالو. فهمتيني اش كنقول لك؟ هاد الانسان هذا اللي غيجي يتقدى باريزيانه بدرهم وتخلص انت عنده جوج دراهم، راه ماشي معقول. من جهتي انا خصني نطبق هذا القانون هذا، والله ينصر سيدنا. ما كاينش سخوت، انا عيني راه حتى انا كاينش سخوت الصوره ديالي، ملي كيتم جاي حدايا بحال هذاك داير قبيله اللي جاي لابس الجيلي بغا يخدم بالزيت، ايوا نضارب معاه ولا نصيفطو، ما خصنيش ندير، ولكن البوليس خص يجيو يديو، حيت ما عندوش الرخصه باش يخدم. خص يدور على العساسه كاملين، خص يدور عليهم، حنا الله يكون في العوان كل واحد، ماشي علينا حنا، فهمتيني، الله يكون في العوان اليوم. هما حتى هما عطانا ما يدار، هو ما بغاش يخدم، وانا راه من 86 في هذه الحرفه هذه، راه ماشي قليله، وما عمرني تخاصمت مع شي واحد، ما عمرني شفت مع شي واحد الكوميساريه زعما انسان ترانكي اللي عطاني شي حاجه، المهم الطوموبيله ديالو تبقى في الامان، الا بغا يعطي ما بغاش الله يعاونو. حتى كانت ندوز نمشي لزنقه اخرى كنلقى هذاك مضارب مع مول الطوموبيل، وكضربني نص على مول الطوموبيل، كنقول له شوم هاد الانسان هذا على جدام ولا درهم يضرب ما عليه، المدخول ديالي كتكون ديك الله يجعل البركه 50 درهم 60 درهم وعايش به بخير وقانع وشابه. فهمتيني؟ ما عندي غرض انا، فهمتيني، المهم راني عايش هاد الساعة بعدا، اللهم لك الحمد. والعواش راه بنادم، راه كتعرف الناس اللي كتعرفكم راه كتموا بيا عليكم.